رجال في المطبخ؟ ايوه رجال في المطبخ. وين ما كنتم السلام عليكم ومساكم الله بالخير أعزائي المستمعين وكل من يسمعنا عبر الأثير بانوراما اف ام في حلقة جديدة من برنامج رجال في المطبخ. اليوم ضيفنا الشاعر سعيد بن مانع، مساك الله بالخير يا سعيد. مساك الله بالنور، أهلا بك يا زيد، وأمسي عليك وعلى الأخوان والأخوات المستمعين. الله يعطيك العافية، سعيدين بتواجدك عبر الأثير بانوراما اف ام في خلال شهر رمضان المبارك. وأنا أسعد، الله يحفظك. الله يطول في عمرك إن شاء الله. سعيد، علاقتك في المطبخ هل هي طردية ولا عكسية؟ والله ما في علاقة أساسا أعتقد. يا ساتر. أبدا، أي أنا متزاعل كثير مع المطبخ مرة، يعني صفر على الشمال ها؟ لأنه أنا ما أجيد شيء صراحة، أنا لو كنت أجيد كان ما عندي أي مشكلة، لكن والله ما أجيد أي شيء، رغم أني من أكثر الناس اللي عشت يعني عشت حياة الأجوبية كثير، يعني عشت لوحدي كثير، لكني أعترف أني لا أجيد أي شيء في المطبخ. حلو. طيب خليني أسألك يا سعيد، أنت قلت أنك ما تجيد شيء في المطبخ وأن علاقتك أصلا ما في علاقة، لكن لو خنقول في شهر رمضان المبارك وجبة رئيسية سعيد يحب يشوفها كل يوم على السفرة، وش ممكن تكون؟ والله شوف، أنا من الأمان أنا عشاق المكرونة صراحة. فأنبسط كثير إنه لازم إنها تكون موجودة، يعني شيء رئيسي عندي. بأنواعها، سواء الباستا ولا السباجيتي ولا ما شاء الله. فأنا أحبها والله كثير، فالوالدة الله يحفظها تراعي الشيء هذا. فإذا كنت موجود ما يحتاج، لازم تكون هي طبق رئيسي يعني في الفطور. سعيد، انت صراحة يعني ذكرت ان خلينا نقول المكرونية يعني جبتها في طريقة انه غير المعتاد، يعني كل اللي استضفناهم اللي يقول لك الجيمات، اللي يقول لك الشرب، اللي يقول لك سمبوس، يعني اشياء يعني اتوقع انها صارت عادة في رمضان، بس انت جبت شيء جديد يعني حتى شهوتنا فيه على الهواء. لا شوف، انا ما اعترف هي صحيح ان لها مواسم، يعني زي القيمات والسمبوسه والاكلات هذه الرمضانيه. حلو. لكن انا ما اعترف انها، متى ما اشتهيت تراني اكلها في غير رمضان، يعني في ناس كثير اعرفهم ما ياكلونها في غير رمضان. انا ما اعترف ان هذا موسم فقط يعني. عليك بالعافيه. لكن المكرونه انا احبها طبعا كثير، وافضل انها تكون موجوده زي ما قلت لك في طبق رئيسي في الفطور. حلو. على الفطور. حلو. طيب سعيد، انت يعني لعبتك في رمضان في الاشواط على شوطين ولا شوط واحد؟ والله انا افضل انه يكون شوط واحد، لكن مراعاة للفريق اللي في البيت، فما نحب نفرض الاراء. ما شاء الله تبارك الله. لا لا، يعني الشوط الثاني في شوط مدربين، افهم من كلامك. اي بالضبط، فنستعمل الشوط الاول كجس نبض، عرفت، عشان نقدر نصلي. ايه، نجس النبض وتبدأ لعبة المدربين في الشوط الثاني. عاد ما شاء الله أخوانك يعني عندهم لعبة المدربين، وانت بالشوط الأول تلعب على المرتدات يا سعيد. الله يسعدك. الله يعطيك العافية. طيب يعني صحيا يقال صحيا أنه الشوط الأول أو عفوا إذا مثلا على شوطين صار نظام فطورك في رمضان أصح، يعني مثلا الشوط الأول قهوة وتمرة وصح شرب وتقوم تصلي وترجع، يعني ما تشوف ان النظام هذا افضل لك على انك تفضل الشوط الاول؟ والله هو افضل طبعا، وهذا اللي انا اسويه ترى، يعني انا اسوي كذا، يعني لازم يكون خفيف عشان اكثر شيء، ما هو يعني احنا تعرف يعني احنا للاسف مهتمين للجانب الصحي كثير. صحيح. لكن على الاقل احنا اللي اقصده عشان الصلاه، اقدر ادي الصلاه بكل اريحيه يعني، واقدر الحق على الصلاه يعني مراعاه الوقت، يعني ما في وقت. طيب خليني اسالك، طبعا احنا استقصينا من وراك يا سعيد انه انت يعني يقولون انت حبك قهوه، صح؟ شلون؟ قهوه. اي بالله احبها. ايه يعني ما شاء الله تبارك الله، ممكن نقول هذه ما لها اشواط، هذه في استمرار. ايه هذه في استمرار، القهوه ما احتاج. سواء العربيه او الامريكيه، يعني الامريكيه تقصد القهوه السوداء؟
القهوة السوداء. سم القهوة السوداء اسم الله. السوداء إيه القهوة السوداء يعني. أنا من عشاقها كثير صراحة. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافية. شاعرنا المتألق في سماء الشعر سعيد بن مانع، إذا عندك بيتين بمناسبة حلول شهر رمضان أو يحضرك حاليا. والله في عندي أبيات تسمح لي. تفضل. يقول: تعبت وأنا للذنوب زايم، يا رب خاضع لك ورافع كفي، ما فيه دايم غيرك أنت الدايم، ألطف بحال الحي والمتوفي، صاحي ولكن في الحقيقة نايم، وأحلامي تكفي ولا هي توفي، لي صحبة في اليسر جنبي دايم، وانجل عسر محد وقف في صفي، يحلى ذنوبي لا تجيني لايم، ما ودي انك لا وصلت اقفي، ويضيمنا من كل عاذل ضايم، وتفرح الشمات والمتشفي، لا تستفز المستثير الهايم، ولا تلومه لا غدا متخفي، من صوتك اللهم اني صايم، وشلون لو كفك الى مسكفي. يكفي. صح لسانك والله يا سعيد، صح لسانك. صعب دك. الله يعطيك. حتى الغزل ما نسلم منه برمضان يا زيد. غزل عذري يا ابو. نعم نعم حبيب قلبي. كلمة أخيرة لجمهورك واللي يسمعنا عبر الأثير بانوراما اف ام في شهر رمضان المبارك. نقول شهركم مبارك إن شاء الله، وعامر بالطاعة. نعم. وبرضا الرحمن، وأشكرك شخصيا أستاذ زيد على هذه الاستضافة اللي أنا كثير فرحت فيها وكثير تشرفت، وكذلك أشكر المستمعين والمستمعات اللي تحملوني أنا، ولا اللي تحملوني أنا فيها في هالدقائق يعني. وإن شاء الله أن كنا لطيفين يعني عليكم. الله يعطيك العافية. شرف لي ولنا طال عمرك. والوعد المطبخ يا زين. والوعد المطبخ. عز الله أنه شرف لنا يا سعيد أنك تكون موجود في هالبرنامج. شكرا جزيلا. الله يخليك. الله يخليك. شكرا شكرا. إلى هنا أعزائي المستمعين، وكل من يسمعنا عبر الأثير بانوراما اف ام، كان معنا الشاعر خفيف الظل المتألق سعيد بن مانع. ألتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة مع ضيف جديد. انتظرونا.